وللقاء مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة النائب المهندس محمد سيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. سعادة النائب، بداية نرحب بك وأهل لك أن توضح لنا بإيجاز أهم ما دار في جلسة المباحثات اليوم بين معالي رئيسة مجلس النواب ونظيرها رئيس مجلس الأمة الكويتي. أمسي عليكم بالخير بداية على المشاهدين الكرام. أستاذي العزيز، تشرفنا اليوم في مجلس النواب البحريني بزيارة معالي الأخ مرزوق بن علي الغانم مجلس النواب البحريني. طبعا هذه الزيارة تأتي تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة اللي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، واللي طبعا هذه تشهد مزيد من النمو والتطور في شتى الميادين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بن فدى يده الله وأخي صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. تم عقد جلسة مباحثات مشتركة بين معالي رئيس مجلس النواب ونظيرها معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس النواب الكويتي بحضور هيئة المكتب وبحضور أيضا سعادة السفير ثامر جابر الأحمد الصباح لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والمستجدات الإقليمية والعربية التي هي طبعا محل اهتمام الدولتين الشقيقتين والعلاقات بين البلدين في كافة المجالات ولا سيما طبعا البرلمانية منها. هذه الزيارة طبعا تأتي من قامة برلمانية نفتخر فيها في الخليج معالي الأخ مرزوق بن علي الغانم، طبعا له سهامات كثيرة في الجانب البرلماني والجانب النيابي على مدى سنين طويلة، سواء من خلال طبعا مشاركته في البرلمان الكويتي أو رئاسته للبرلمان الكويتي أو حتى أيضا على المستوى العربي والاسيوي وكذلك الدولي. طبعا هناك دور كبير يقوم بمجلس النواب البحريني والامه الكويتي في تقويه تواصل العلاقات البحرين الكويتيه، ونحن كمثل للشعب وايضا بصفتي كرئيس لجنه الشؤون الخارجيه طبعا نعمل احنا بالدفع قدما في تقويه العلاقات المتينه التي هي اساسا متينه، ونقل نعمل على تعزيزها من خلال هذه العلاقات الثنائيه بين البرلمانين وبين رؤساء البرلمانين. طبعا وهذا ياتي بدعم من باب الدعم وحرص مجلس النواب في البحرين على زياره التنسيق والتعاون بين السلطات التشريعيه والمجالس النيابيه في المجلس التعاون، وما طبعا زياره الاخ طجر بن عقباش يوم امس مملكه البحرين الا كانت تصب طبعا في هذا الجانب وبهدف طبعا دعم المنظومه الخليجيه وتوحيد الجهود والعمل الخليجي المشترك والدفاع عن قضايا الخليجيه انطلاقا من محيط الهدف والمصير الذي يجمع بين دول مجلس التعاون شعبها الشقيقه. نتمنى طبعا التوفيق للاخوه في الكويت وكذلك الاخ مرزوق بن علي الغانم في مساعيه وفي جهوده التي داب عليها، ويسعني في النهايه ان اتقدم الشكر الجزيل لكم لتحت هذه الفرصه. شكرا لك سعادة النائب المهندس محمد السيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، شكرا جزيلا لك.